bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. رجعت لداري ديك 3 ايام ولا 4 3 ايام وقالوا 4 ايام اللي كنت في باريس. في الحقيقه كانت زوينه، والمارشي تاع باغي راك شفتو، فيه ما يتشرى وفيه ما يدار، خاص غير بالصدام يكون شويه منفوخ. المهم الله يجيب الرزق. جيت نهضر لكم على واحد الماسك ديال الشعر. في الحقيقة انا شريته شهر هذا، وانا كتعرفوني ما كان هدرش على حاجة حتى كنكون متأكدة منها 100% وكنجربها في راسي باش الله اعلم من بعد ما تقولوش كتكذب ولا شي حاجة. المهم وميم طون كانت سولتني واحد السيدة واش كنعرف شي ماسك من دي ام خاص في ديال الكيراتين او شي حاجة لصال. هي دي ام فيها الحقيقة بزاف الحوايج، وان شاء الله المرة الجاية غادي نمشي وغندير فيديو غنسبق واحد الاخت اللي طلبات مني، كتسكن في المانيا، طلبات مني ديال البشره. من بعد عاد فاش غندير لكم عاوتاني فيديو اخر ديال الشعر من دي ام. المهم بنات، الماسك اللي بغيت نهضر لكم عليه اليوم هو هذا، اروع 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 ما يكون جربته لشعري هو هذا. بروير بروفيسيونيل بوتوكس كابيلير، هو هذا واعر بزاف بزاف. وشوفوا شحال فيه 1 لتر، هيا 1000 ml. غنخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. طبعا انا راه ما سبونسوريزي مع حتى ماركه ولا شي حاجه، وقال الماركات ما كيعرفونيش واش موجوده على وجه الارض. المهم هذا خلصته بفلوسي يعني، وما غاليش بزاف، تقريبا 26 اورو. وهذا راه يستعملوه كاع افراد العائله، البنيات والامهات والبنات. وهذا اصلا ما فيهش لا سيليكون لا بارابين لا حتى حاجه. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الليساج للشعر او الليساج وتانا او الليساج وبوتوكس يقدروا يديروا هذا، راه ما ياثرش على شعرهم. المهم اش كيقول لنا هذا الماسك البنات؟ هذا الماسك نوريسون ريجينيرون، يعني كيغذي البشره تاعنا، كيغذي الشعره وكيقويها من الداخل. بالنسبه للشعر اللي تري سيك ابيمي، بالنسبه للشعر اللي ابيمي يعني مهرس مدقدق مسكين من السبايغ ومن بزاف د الحوايج، فيه لي بروتيين، فيه دي بروتيين كومبلكس كيعالجوا الشعر، فيه لي بروتيين كيعالج الشعر. شنو فيه كيراتين اللي كتعالج لا ستركتور تاع الشعر، يعني الزغبه، كترجعو دو اي بريون. بصح انا جربته شهر وانا كنجرب فيه ما كتبوش فيها، كتعطي لا بريونس. فيه البروتيين دو سوا، بروتيين دو سوا يعني بروتين سوا، بروتين تاع الحرير اللي كيغذي وكيقوي الشعر. فيه لالوي فيرا، كيعالج لي سيلول، او معرفتش سميتهم بالعربيه، لي سيلول لي اوندوماجي، يعني داك الشعر كله اللي داخل اللي مهرس لينا بالسبايغ وبليميش وبالحريق تاع السوشوارات، كله هذا كيعالجهم. كيعالج لو كوير شيفولي، كيطول الشعر، اكسيليغ لا كرواسونس دي شوفو، كيطول الشعر، ريدوي لي بيليكول، كيحيد لي بيليكول. يعني شوفوا هذا شحال فيه من حاجه، كيحيد ديك البيليكول اللي في الشعر، اي كيدد القشره، وكيعطي الشعر لمعان ورونق و الى اخره. كيرجع الشعر طاب ودو، كيرجعهم قويين، بلوز ايبي يعني قوي وبغيون. هذا هو الماسك بروير بوتوكس كابيلير، هو هذا. وشوفوا شحال يعني فيه، تقدر ديري تقريبا شي عام لان عنده استعمال خاص. المهم البنات، انا غندخل نغسل، خاص بعدا كي قبل ما تستعملوا خاص الشعر يكون نقي، ما ديروش الشعر ممسخ. غندخلش ندوش نغسل شعري، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تستعملوا هاد البوتوكس. ان شاء الله يجيب لكم نتيجه. انا راه كتشوفوا شعري يعني بليميش، دائما كندير ليميش، عا كيبدا كطلع لي غاسين كنمشي نصوب ليميش، وها نتوما كتشوفوا ما مشعطط ما مشعكك ما حتى حاجه. اهم حاجه البنات هي كيف هضرت لكم ديك المره على زيت الكوكو، زيت الكوكو
كوكو راه من اروع ما يكون صراحه. ماسكات الشعر قبل ما تغسليه ديريه، حطي 20 دقيقه في شعرك، حطي عليه شي حاجه سخونيه وتشوفي الشعر تاعك كي غيولي. زيت الكوكو الا داومتي عليه صراحه راه رائع رائع رائع، ومع هذا كله طبيعي، ما فيش مواد كيميائيه. المهم البنات، نرجع نهضر لكم عاوتاني من بعد على الشعر. غندوش ونرجع نوريكم طريقه الاستعمال تاع هاد الزين ديالنا، المعجزه اللي رجع لي شعري هو زيت الكوكو. في الحقيقه هذا شهر وانا كندير فيه. المهم نتلاقاو من بعد البنات. جات لكم البنات بعد ما غسلت شعري، دابا غادي نشفو. وما تيقول لك خاصو ينشف تقريبا، كلشي مكتوب هنا خاصو ينشف قبل 80%. سيشي لي شوفو افيك ان شالور موديري ا انفيرون 80%. هنا كلشي مكتوب لك، مكتوب لي ديتاي اللي كاينين هنايا. المهم دابا انا غنشفو 80% وغننتقل لطريقة الاستعمال. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. هاد الماسك هذا غنفرقو هكا. انا غادي نستعملو غبل اليدين ديالي، لان هو عندكم هادي تقدروا تهزو منها، ولكن انا كيعجبني نخشي يدي الداخل فيه. المهم غادي نفرقو، غادي نفرق شعري هكا. غنوريكم من اللور كيفاش. على الطريقة هادي وغنهز غير شوية. غير بشوية بشوية على هاد الطريقة هكا وغنبدا تنبقى على هاد الطريقة هكا غير بشوية، ما كنهزش بزاف. وغادي نبقى على هذه الطريقه حتى غنكمل الشعر ديالي كله بشويه بشويه بالخصله بالخصله. هانتوما البنات بعد ما درت الشعر كله كنعاود ثاني نمصي شويه هكا دوك البلايص بحال هكا. غير ما تكتروش ونعاود نمشطو هكا على هاد الطريقه هادي. سرحو مزيان غنخليها هكا. البنات غنوريكم الشامبوان اللي كنستعمل انا. الشامبوان اللي كنستعمل انا هو هذا، هذا ديال ناتور بوتوكس، هو لابري شامبوان هو ما بقاش عندي، خصني نمشي لالمانيا باش نشري هذا الشيء. هذا في الحقيقه غزال الشعر الناشف وكلشي مزيان.
هذا هو اللي كنستعملو انا. المهم انا غادي ندير غندير الماسك تاعي هذا، غادي ندير الماسك ديال السخونيه هذا ماسك جرين دايزر نسميه هذا. غادي نخلي تقريبا 45 دقيقه، ما نكثرش السخونيه لان هذا الماسك ملي كتكثر فيه السخونيه راه سخون بزاف. المهم على هذه الطريقه هكا انتم غتشوفوا كنديروا انا هنا هكا في الشعر تاعي وكنخليه. اللي ما عندوش هذا اللي ما عندوش هذا الماسك هذا او هذا الكاسك يدير بابي سلفوريزي او بابي سلفوريزي، يدير البلاستيك الغذائي يشد به شعره مزيان. انتم شفتوا هنا كي كيشعل هكا، تديروا ديروا البلاستيك الغذائي على شعركم وتسخنوا شي فوطه مزيان في الميكرووند تفزغوت، تخلوها في الميكرووند تسخن وتحطوها على راسكم هكا، تخلوه تقريبا هذا الماسك خاصو يبقى 45 دقيقه. المهم البنات انا غادي نخلي دابا 45 دقيقه ونرجع نوريكم الطريقه من بعد. انا رجعت لكم البنات بعد ما خليت شعري 45 دقيقه تحت هذاك الكاسك السخون. دابا شنو غندير؟ غادي نغسلو، غادي غنشللو، ما غاديش ما غندير ليه لا شامبوان لا والو، غادي غنشللو غنحيد منه غير داك الزياده تاع هذا الماسك هذا وصافي وغادي نشفو. المهم انا غنشلل الشعر تاعي من هذا الماسك، ما خصوش يتغسل بزاف غير بشويه ونرجع لكم. هاني رجعت لكم البنات بعد ما غير شللت وحيدت منو داك ليكسيدون، ما خصوش يتغسل مزيان. المهم هانتوما كي كتشوفوا فيه على هاد الطريقه هكا الحقيقه، والريحه تاعتو ما قلتلكمش بان الريحه غزاله ديال الماسك. المهم كنحس بيه رطاب. غادي نشفو دابا، ما غاديش ندير بروشينغ غادي غنشفو وغنوريكم كيف غادي يخرج لانه باقي فازق بزاف. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. The world seems small. البنات نخلي على هذه الطريقه، انتم كي كتشوفوا راه باقي شويه فازق. وهذا راه ما دايره ليه لا بروشينغ لا والو، راه غير نشفتو هكا بيديا وشويه بالمشطه. انتم كي كتشوفوا كيخرج في الحقيقه رطاب وكيلمع. المهم نتمنى تجربوا هذا الماسك اللي غيجربوا ويقول لي كيفاش خرج لي. وبالنسبه لديك السيده ديك المتتبعه اللي طلباتني قالت لي على الماسك هذا، تقدر ديروا البنيه ديالها، ما فيه حتى مشكله، يعني كل واحد يقدر يديرو. انتم كي كتشوفوا يعني كيدوز بسهوله، لا بغوس كدوز بسهوله هكا. شتو وكيقوي الشعر. انا تقريبا قلت لكم راه شهر هذا وانا متبعاه، عطاني نتائج زوينه. وهذا بلا بروشينغ هذا سي با بروشينغ، انا شفتو غير بيديا. وطبعا النصائح اللي نقدر نعطيكم هي شرب الماء، لان كي قلت لكم شحال من مره خاصكم تسقوا الدات تاعكم من الداخل. الماء راه مزيان الدات تاعنا، مزيان الشعر، مزيان الظفر، مزيان النظر، مزيان كل شيء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. والماكله تاعي تكون فيها خضار وتكون متنوعه، هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. المهم نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تخلوا لي تعاليق. واللي شرى هذا الماسك ولا اللي استعملت هذا الماسك ما تنساش تقول لي الراي تاعها فيه. وكنرحب بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. نتمنى نكون عند حسن الظن ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم. مع السلامه.